نؤاس الحر هناك ينتظر بفقرة كاريزما. صباح الخير نؤاس. صباح الخير. صباح الجمال عليك حنان. أهلا وسهلا نؤاس. اليوم السحر معك كاظم شبيب. اليوم نريدك ترجعنا بأبعد الذكريات. قبل ما أبدي بالساحر الحارس كاظم شبيب، أريد أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وكل عام وكل امرأة عراقية وبالعالم فهم بخير وجمال وحب وعطاء إن شاء الله. شكرا لك وأنت بألف خير. شكرا جزيلا. شكرا لك. ونبدي كاريزما بالحارس الساحر كاظم شبيب. كاظم شبيب حارس القوة الجوية ومنتخب العراق من مواليد عام 1952. عشق كرة القدم من أيام المدرسة وكان يقلد النجوم الكبار بذاك الوقت. بدأ كاظم شبيب حياته كحارس مرمى بالفرق الشعبية والتحق بمنتخب العراق العسكري ولعب مع عدد من الفرق منها الطليعة مع كاظم مجيد، وكان حارس مرمى أساسي معاصر لراعد حمودي. لعب أيضا بالمنتخب العراقي من بداية السبعينيات وحتى 1987، ولعب مع نادي القوة الجوية العراقي، ويعتبر من أفضل حراس المرمى في العراق، وبوقتها اختاروا كأفضل حارس مرمى في بطولة آسيا للشباب عام 1975 بالكويت. لعب لفترة طويلة بالأندية العراقية بعد أن انتهت مرحلة لعبه مع المنتخب الوطني العراقي وتوجه إلى التدريب. غادر العراق في عام 1995، وكانت آخر مهمة تدريبية له مع نادي الزوراء عندما عمل مدرباً لحراس المرمى، وبعدها توجه إلى قطر وكانت أول مهمة احترافية له مع نادي قطر القطري. بعدها عمل في اللجنة الفنية للاتحاد القطري لكرة القدم وتسلم مهمة تدريب حراس المرمى منتخب ناشئة قطر منذ عام 1996 لغاية 2004. عمل كاظم شبيب مع فريق الأهلي والوكر القطريين، وتخرج على إيده جيل من حراس المرمى اللي صار لهم بصمة واضحة بالكرة القطرية. كما عمل كاظم شبيب مدربا للفئات العمرية بأكاديمية التفوق الرياضي إسباير، واللي تعتبر من المؤسسات العالمية المشهورة واللي تتبنى المواهب في كافة الألعاب الرياضية ومن ضمنها كرة القدم، وضم مجموعة من المدربين الدوليين بقي وياهم لغاية اعتزال التدريب سنة 2019. وعن سر عشقه لحراسة المرمى يؤكد بأنه بطفولته تأثر بالمرحوم ستار خلف، وبسببه قرر يكون حارس مرمى، بحيث كان ينهزم من المدرسة ويروح يتابع تدريباته ويوقف خلف المرمى ويقلد حركاته. أفضل مباراة محلية لكاظم شبيب كان ضد الزوراء وفاز بوقتها 1-0، وقدم مستوى رائع وأنقذ الكثير من الأهداف من أقدام فلاح حسن وعلي كاظم وثامر يوسف. أما أفضل مباراة خارجية فكانت ضد منتخب أوغندا، وفاز فريقنا العراقي بهدفين مقابل لا شيء، سجلها مهاجم كاظم معل، وأطلقت الصحافة الأوغندية على كاظم شبيب لقب الساحر كون قدم مستوى مميز ورائع في المباراة. كاظم شبيب مقيم في كندا ويتنقل بينها وبين السويد، ومارس التدريب أيضا هناك مع عدد من الفرق، ومستقر حاليا هو وأولاده هناك، ويتمنى تتحقق الفرصة ويزور العراق قريبا ويعيد ذكرياته بالطفولة والشباب مع أصدقائه وزملائه. بصراحة مو بس هو يتمنى، احنا هم نتمنى انه يعود ونكحل عيونه بشوفته. قبل ما اختم، باعتبار باشر ان شاء الله راح يجي هذا الشهر الفضيل والكريم بعطائه، اتمنى وقبل يومين او ثلاثة ذكرنا ولو هو احنا ما نسيناها ابدا بطولة الخليج ونجاحها بكرم العراقيين بشكل عام، والكرم لحد الان يحجون به العرب والخلاجي وكل ضيف اجانا. اتمنى هذا الكرم ومع اقترانه بهذا الشهر الفضيل انه هذا الكرم ينسجم وينتشر ويفيض بشوارع العراقية. شلون؟ هسه راح اقول لكم شلون.
من أمشي بالسيارة أحس أكو خلل، أحس أكو بخل بالكرم. شلون من واحد يمشي بسيارة ما يخلي واحد يعبر؟ يا حبيبي هذا اللي يعبر وكأنه دخيل إلك فتخليه يعبر، مو معقول عراقي وما يقبل بدخيل. هذا اللي يستدير وكأنه ضيف إلك يريد يشرب شاي وبالباب، معقول لما سوي له شاي بالباب يا قلبي؟ فأتمنى هذا الكرم أنه يفيض بالشارع العراقي ونتأثر به وينسجم مع هذا الشارع الفضيل. عودة إليك حنان الجميلة وملاك اللطيفة وتكملة البرنامج الصباحي وفقراته. شكرا لكم. يوم أي واحد يفوت من قدامي يخليه يعبر. تسلميني كلش ذوقان متأكد من عندك ترى حنان. مع العلم أني معتمدة هذا الشيء. الله يخليك يا عزيزتي. شكرا شكرا.